رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم في تربية الذوق لدى الناشئ وفي بناء المواطن المعتدل الصالح لوطنه. تنظم هذه الدورة تحت شعار ثقافة الجهة في حضن وطن، وقد اخترنا هذا الشعار من أجل ملامسة جدلية الوطني والجهوي على المستوى الثقافي والفني. وسنحاول من خلال الندوة ومن خلال النقاش الهامشي والمركزي طيلة اليوم أن نجيب على عدة أسئلة، أهمها كيف تساهم ثقافة الجهة على المستوى الفني وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الشعري وعلى المستوى الموسيقي في إغناء الثقافة الوطنية وترك بصمات في هذه الثقافة الوطنية. سيحضر معنا هذه الدورة بعض الشعراء على المستوى الوطني، ستحضر معنا بعد قليل الممثلة السينمائية والزجالة سناء الركراكي بمعية الأستاذ أحمد الصبوح وشاعرين آخرين يعتبر الجميع أبناء مدينة تطوان وهم أعضاء لفرع المغرب لاتحاد أدباء العرب. يتعذر حضور بعض الشعراء، نأمل كذلك أن تشهد هذه الدورة تكريم وجوه ثقافية وفنية طبعت الساحة الثقافية الجهوية والوطنية. يتعلق الأمر بالدكتور سعيد كريمي رئيس الفرع الجهوي والإقليمي لاتحاد كتاب المغرب جهة طرحة الفيلات وأستاذ جامعي، وسنأتي على تفاصيل سيرته التي عدة تكريمه. كذلك سنقوم بتكريم مبدع فنان أمازيغي أعطى للكلمة قيمتها. يتعلق الأمر بالفنان حمد هاشم بوعزمة، أطال الله عمره ومتعه بالصحة ونهنئه على نجاحه العملية التي أجرها مؤخرا. ملتقى جداد أيها الحضور الكريم يجمع بين الشعر والموسيقى لما لهما من ارتباط وثيق وعلاقة وطيدة عبر التاريخ، وهو ما سيجعل من أمسيات هذه الدورة فرجة موسيقية وشعرية لكل المهتمين والمولعين بالإبداع الشعري والموسيقي. إن المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة طرعة فيلالت تحاول جاهدة انسجاما واختصاصات الوزارة الرامية إلى خلق إشعاع ثقافي يهدف إلى التعريف بالثقافة المغربية بكل تجلياتها، كما تعمل وزارة الثقافة في إطار سياسة القرب على إحداث بنيات تحتية ثقافية تستجيب لحاجيات ساكن الجماعات وأقاليم الجهة في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين. وفي هذا الصدد سيعرف مسرح تنجداد نور قريبا بعد أن تم توقيع اتفاقية الشراكة مع جماعة تنجداد وتم إنجاز الدراسات التقنية والدراسات المعمارية، وسيتم إطلاق صفقة أشغال البناء برسم موسم 2019. إلى أعضاء جماعة تنجداد على دعمهم اللامشروط للعمل الثقافي، وشكر موصول إلى السيد رئيس جماعة المهرجان للتربية والثقافة على تضحياته وأعضاء الجمعية ومنخرطيها الوطني للشعر والموسيقى
الذي اختار له المنظمون كشعار في نسخته الثالثة ثقافة جهة في حضن وطن. ونحن إذ نحتفل اليوم بالشعر على الرغم مما يعترضنا من عوائق وعراقيل، نجدد تأكيدنا على أن الشعر هو قنطرة للتواصل بين الأفراد والمجتمعات، ويساعدنا على فهم أنفسنا وفهم بعضنا البعض. إنه يعطي تعبيرا لآمالنا وانتظاراتنا وتخوفاتنا. إن الشعر قادر في صياغته وأشكاله الرفيعة أن يعبر عن حقيقة تجسد إنسانيتنا المشتركة. وجمالية الشعر تذكرنا بالقيم الإنسانية التي بإمكان الإنسان أن يصل إليها. وفي اختيار الجمعية لشعار هذا الملتقى في ربط بين ثقافة الجهة والانتماء للوطن، تأكيد على تعزيز ثقافة الانتماء للوطن من خلال دور الموسيقى والشعر، حيث إن الشعر موسيقى تحمي الروح من التكلس ويفتح أمامها فضاءات لا محدودة من موسيقى الكون وجمالياته. إن احتفاءنا اليوم بالشعر لا يكون بالمعاني وحدها ولا بالموسيقى الشعرية وحدها، وإنما بما يستقر في تكويناته الجديدة المشمولة بعصارات متولدة عن التأمل والاستغراق في التقاط جماليات الواقع اليومي بقدر عال من الحساسية والتكثيف. وشعرنا القديم كشعرنا الحديث يؤكد أن القصيدة لا تلقى الحفاوة المستحقة.